عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، ما تنسيش تشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، هتلاقي عليه كلمه اشتراك، وتفعلي كمان زر الجرس اللي بيظهر لك بعد زر الاشتراك على طول على علامه الكل، عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها كل يوم. وفيديو النهارده هو اول مره اعمله في القناه بصراحه، هو مفضلات الشهر. كنت بعمل مفضلات السنه، بس مفضلات الشهر دي اول مره ادخله جديد في القناه، فشجعوني بقى عشان هدخل افكار جديده للقناه الفتره اللي جايه. وهقول لكم ايه المفضلات بتاعه شهر فبراير النهارده من السكين كير والهير وكمان الاكل اللي كان مفضل، وده لازم ازود حاجه من عندي كده، عارفين اللي هو ما سيبش كده الفيديو يمشي بس سكين كير والكير، لازم الاكل يعني. واول حاجه كانت من مفضلاتي البرفيوم دي من شازا، دي اللي انا بحطها شهر فبراير كله، وكانت من مفضلاتي شهر فبراير، معلقه عليها جدا. هي ريحتها حلوه قوي، شتويه دافيه، ريحتها كلاسيك كده شويه، تليق للخروجات، لعياد الميلاد، اي حاجه بالليل يعني. هي ليليه اكتر من انت ممكن تحطيها الصبح، فطبعا لان انا ما بخرجش واحنا في شتاء، فبالليل كده بقعد ارش منها قبل ما انام، حلوه جدا جدا. فدي كده كانت اول حاجه من مفضلاتي. تاني حاجه الهير بيرفيوم ده برضو من مفضلاتي شهر فبراير، معلقه عليه يعني، اعتقد خلصت الحبه دول كلهم شهر فبراير. ده كان من ماي واي من لاين بريتي العروسه، ده شكله، ده برضو كان تاني حاجه من مفضلاتي شهر فبراير، ده اللي انا معلقه عليه جدا. عايزه اكلمكم في حاجه مهمه بقى، وهو المانيكير. هو انا كسرت القاعده بس في اخر الشهر، انما طول الشهر كنت بحطه لونين، كنت بحط ده على اطراف ضوافري يعني، بختار الاجزاء العلويه وبحط منها اللون الابيض. تاني لون برضو كنت معلقه عليه عشان اللون ده دافي وشتوي، وتحسي وانت حطاه كده ان انت حاسه بالشتا، وهو اللون البني ده حلو قوي، اللون ده جميل جدا جدا. اهو ده شكله، شايفين اللون، لون الشوكليت حلو قوي وشتوي يعني، اللي عجبني فيه ان هو لون شتوي كده هادي كده في نفسه، ويحسسك ان انت في الشتاء اصلا. فالاتنين دول اتعودت عليهم طول الشهر، فقلت اكسر القاعده في اخر الشهر، ايه هفضل طول الشهر احط ده، فكسرت النهارده بالاحمر. قلت بقى تغيير ليكم كمان. بعد كده اللي كنت معلقه عليه برضو الديودرنت ده من ماي واي من لاين سبيرينج، ده بالعود الملكي. انا على طول بحط الديودرنت ده، بس الريحه اللي معلقه عليها الشهر ده هو ده بالعود الملكي. اللي بالورد لسه ما خلصش، بس اديته لاختي يعني، خلاص عارفين اللي هو زهقت من الريحه، ورد ورد ورد، خلاص لازم نكسر. فاستخدمت اللي هو ده اللي بالعود الملكي، معلقه عليه الشهر ده جدا. انا جمعت لكم الحاجات اللي انا ملاحظه حرفيا ان انا معلقه عليها لانها عجباني الشهر ده، فكل ده اللي انا معلقه عليه يعني، مش بكذب والله ولا جايبه لكم اي حاجه. تاني حاجه، تاني حاجه بقى، دي سادس حاجه ولا خامس حاجه، المخمريه دي من ماي واي. انا على طول بستخدم مخمريه من ماي واي، بس اللي معلقه عليها الفتره دي هي بتاعه شازا. اهي ده شكلها، دي بريحه برفيوم شازا، الريحه دي حلوه جدا، وهي ريحه البرفيوم دي تمام، حلوه جدا جدا وثابته يعني. اما احط من دي وبعد كده احط البرفيوم بتاعها، الريحه بتثبت اكتر واكتر، وخلاص بقى كاني متغرقه في شذا، كاني انا شذا نفسها يا جماعه. فدي برضو من الحاجات اللي كنت معلقه عليها الشهر ده. وبعد كده بقى ده بقى الاساس، معلقه على الشهر ده، مفيش يوم ما بحطش منه. كنت الاول بقول لا اكيد يعني مش هيدي نتيجه وبتاع وكده، بس اكتشفت ان هو بيدي نتيجه فائقه يعني، وهو لي بولم ده من اللي هي الماركه اللي اسمها سايا جيرل، اللي هي الكوري الجديده ده، ده بالافوكادو، بالافوكادو ايوه، او بالافوكادو يعني على حسب. ده كده بيدي اللون اللي انتوا شايفين ده، اللي انا حاطه كانه روج، كانه روج فوشيا، غير الترطيب بتاعه، الترطيب بتاعه حلو متوسط، بس لو شفايفك طبعا مشققه وكده. قلت لك استخدمي فازلين، كان في الدكتوره قالت لي في على الفيديو يعني ان الفازلين فيه مشتقات بترول وحاجات، ما انا عارفه ان هو فيه مشتقات بترول، بس انا بقول هو بيعالج تشققات الشفايف، اكيد مش كل يوم هنحطه عشان التشققات، عادي يعني لو انت شفايفك
تل برضو فيها تشوهات وجفاف حطيه كل يوم، مش هيضرك طالما في تشوهات وهو اوريدي هيعالج. انما لو شفايفك كويسه اكيد مش هتستخدميه يعني، اكيد يعني. آه تعالوا كده نشوف ايه تاني كان مفضلاتي. طبعا يعني شر لابد منه الضرب، بكره صوت الكياس ده جدا. بما اني ان انا هعمل دايت الشهر ده اخيرا، بس انا عكه فيه، بس هلتزم من اول الاسبوع الجاي. فبدات اجيب التوست واخد عليه عشان اعرف اتاقلم على الدايت. التوست ده توست اسمر بيتجاب من اي سوبر ماركت، كارفور، هايبر ماركت، اي مكان انتوا بيبيع جبن وحاجات. عشان في اسئله بتجيلي، طب فين بالظبط سوبر ماركت؟ فين بالظبط؟ تحت بيتك، اي مكان. بس ده فعلا مش بلاقيه غير في الاماكن الكبيره، بالنسبه ان انا ساكنه يعني في محطه مصر وكده، فمش بيبقى عند اي حد وكده. ده غالي يا جماعه، غالي. 5 جنيه، كان 15 جنيه بقى ب 20 جنيه. بس طز طز في سبيل جسمنا والرياضه كمان. ده كده انا مش فاكره فيه كام حبه، يعني انا مش فاكره فيه كام واحده، قصدي تقريبا 25 واحده، انا ما عدتهمش، بس هعدهم المره الجايه. لا مش عارفه فيه كام واحده، مش مكتوب حتى، بس هو ده شكله. هتلاقوا سكرين شوت اهو، هتلاقوا منه اللون الابيض ده شبه العيش فينو، بيتخن برضو. ده هو اللي سعراته الحراريه قليله شويه، يعني انصحكم تجيبوه لو ناويين تعملوا دايت بجد. بعد كده اللي كان المفضلات برضو شهر فبراير، وهو ده مش شهر فبراير بس، ده معايا بقاله 4 شهور طبعا، عشان ما كنتش بعمل مفضلات كل شهر، فهيظهر معايا في اول شهر كده، وهو القمر ده. القمر ده يا سلام. النسكافيه ده بجنيه، بيظبط مزاجك، بيعلي مزاجك، مع حتة شوكليت او روز معاه، الجمال ده. انت عايزة ايه من الدنيا اكتر من كده يعني؟ مش عارفة. هو ده شكل نسكافيه بلاك. ولو عايزة تجيبي اللي هو اكيد هو او شركة مشابهة ليه، اللي هو نسكافيه كلاسيك، اللي هو بيبقى في برطمان كده، يعني انا بجيب من ده كده فرشت، كل ما بحتاج بجيب، كل ما بحتاج بجيب. يعني هو الحاجة الوحيدة المفيدة في النسكافيه ان هو غني بمضادات الاكسدة، وبيسرع من عملية التنسيق الغذائي، يعني بيخليك تهضمي الاكل اسرع وكده. احنا مفكرين ان احنا هنخس، ومش هيخسسك، بس هو ممكن يساعد شوية عشان فيه مضادات اكسدة. فده كده كان برضو من مفضلات شهر فبراير. دي كانت مفضلاتي شهر فبراير. اكيد هعمل لكم كل شهر شوية مفضلات. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي اللايك الحلو واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفيني، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد.